لطوبى لصانع السلم. تعال نشوف ذهبي الفم قال فيها إيه. هنا لا يزيل عنا فقط الخصام والكراهية اللذين نحملهما في نفوسنا من جهة بعضنا بعضا، بل يطالبنا بجانب ذلك بشيء أكبر من أنك تعمل رحمة. طوبى لصانع السلام هو أن نجتهد لمصالحة الآخرين. يبقى صنع السلام بالشكل الحرفي معناه أنك أنت عاوز الناس كلها تعيش في سلام، أنت مالكش عداوة مع حد ومش صعبان عليك من حد ومخك كبير وقلبك كبير. طب في اتنين متشاكلين، يا بختك، لأن ربنا نفسه الاتنين يتصالحوا وأنت كمان نفسك فبقيت شبههم. فطوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. أما المكافأة التي يكشف لنا عنها فهي أيضا روحية. فما نوعها إذن؟ لأنهم أبناء الله يدعون. يعني إيه؟ ما كل تطويب له مكافأة. لما تعمل سلام تبقى ابن أبوك، ابن الله فعلا، لأنك بقيت شبه المسيح اللي من أجل السلام اتكلف كل ده، تجسد ومات وقبر وقام وصعد، دانا الروح القدس عشان يرجع لنا السلام المفقود منه. نعم، لأن هذا هو عمل الابن الوحيد. يبقى صنع السلام ده خاص بالابن. المسيح ملك السلام، والمسيح جاء من أجل السلام، فصنع السلام رسالته حياته. فأنت لما تبقى مشغول جدا تصنع سلام أنت تشبهت بالابن، استعدت الصورة المفقودة أو المشوهة. ما أجمل الخدام اللي يفضلوا يسعوا ويجاهدوا لغاية ما يقربوا المسافات. ما أجمل الكاهن اللي يفضل يسعى لغاية ما اتنين متجوزين يرجعوا لبعض ويتصالحوا. ما أجمل اللي يدخل يصالح أب بابنه وأخ بأخوه. ما أحلى الست الطيبة اللي تخلي كل الجيران يحبوا بعض بعد فترة صراع طويل. ما أجمل الصديق المصالح للكل، الوديع المتواضع اللي ما يسيبش أصحابه يزعلوا من بعض أبدا ويتكلف ساعات ومشاوير لغاية ما يرجعهم أصحاب. طوبى لصانع السلام لأنهم يتشبهون بالمسيح صانع السلام. يصالح المتباعدين. ولئلا نتوهم أن السلام في كل الأحوال بركة مطوبة، أضاف قائلا طوبى للمضطهدين من أجل البر. يعني إيه؟ لألا واحد يفتكر أن صنع السلام ده سهل. على فكرة ده أنت وانت بتعمل سلام ممكن تاخد لك إيه لطشة كده، ممكن من أجل البر يتهموك أنت ليك غرض، يبصوا لك بصة أنت مالك بالموضوع، أو يهنوك وانت غرضك نقي، يا بختك برضو. فبعد ما قال طوبى لصانع السلام قال طوبى للمطرودين من أجل البر، كأنه بيربطهم بإيه؟ اللي يعمل شغل المسيح مش هيخلص من أنه إيه الشيطان هيقلب عليه ناس توجعه عشان بيعمل سلام. لمجرد أنه بيسعى في إصلاح الأمور وفي رجوع السلام هينطرد من أجل البر، هيهان، هيسمع كلام بهيخ، معلش وماله حبيبي. يبقى إيه؟ صنع السلام مهما كلفك من تضحيات أو من خسائر له تطويب كبير قوي.